التحديد. طبعا بشكر نائب المحافظ والفنان احمد وكل الفنانين. المياه دائما مرتبطه بالجمال، مرتبطه بالتذوق، مرتبطه بالثقافه. لو وصفناها في الحصان وفي كل الطرق السماويه، في وصف للمياه، في وصف للزرع، في وصف للجمال. احساس بالجمال، احساس بالمحافظه على الموارد المائيه دوت لازم يترجم من كذا اتجاه. اتجاه الفن، اتجاه الثقافه، اتجاه التعليم، اتجاه التوعيه. التكاتف بين كل الجهات والهيئات. المنطقه دوت يعني بيدي زخم لمدينه القناطر، بيدي انتباه للقناطر الخيريه وجمالها. في عمل اسبوعي تصديق اعلامي كويس على القناطر الخيريه، وبالتالي في ناس كبيره هتتشجع ان هي تيجي. احنا فعلا كمخطط النهارده يبقى معانا مجموعه من الوزراء، ولكن في التزامات يعني كان وزير النقل على اساس نعمل نقل نهري بين القناطر وبين المناطق المختلفه في القاهره. وزير السياحه علشان ننمي السياحه هنا، وزير الاثار، مجموعه من وزير الثقافه طبعا، مجموعه من الوزراء. بس في اختلافات، لكن ان شاء الله هنرتب خلال المنتدى دوت او ملتقى سلسبيل ان يبقى في تجمع وزاري بهدف تنميه القناطر الخيريه، وبالتالي هتعود على اهل محافظه اليوبيه سواء من حيث تنميه خلق فرص عمل، الرقي بالجمال في القناطر والشعور بالاحساس بالجمال عند كل مرتادي القناطر وعند كل المصريين. هتتعمل زي حزمه كامله بحيث ان احنا ان شاء الله تبقى نجي الناس سهل هنا. احنا بنحسن الخدمات. انا كنت هنا من اسبوعين علشان الاسترداد لشم النسيم. في مجهودات كبيره بتعملها الوزاره عشان نحسن الخدمات بحيث ان الناس تيجي تستمتع بشم النسيم في هدوء وجمال وخدمات كويسه من كل الاتجاهات. الوزاره عامله مجهود كبير مع المحافظه بحيث ان شاء الله يبقى في شم النسيم السنه دي مختلف، والزخم بتاع الانشطه ديت هيزيد. الفرقه اللي جت بتاعت الفنون الشعبيه دي هتبقى موجوده خلال اعياد شم النسيم. سياده المحافظ هيرتب بكده بحيث ان شاء الله الناس يبقى في ملتقى كبير سواء من فنانين او مواطنين، تلاحم بين الفنانين وطلب المدارس ان هم يعلموهم الفن والجمال وعلاقه الفن والجمال وترشيد الميه واهميه الميه وقدسيه الميه عدم تلوثها. كل دي معاني فنيه جميله. احنا كان القدماء المصريين كانوا بينقوا احلى جميله يعني وبيدوها قربان عشان فيضان النيل. فاحساس بالجمال يعني احنا نهر النيل ده كنا بنديله اجمل ما عندنا عشان يتبنى اجمل ما عنده من الخير ومن الجمال. لازم نرجع زي زمان نحافظ على نهر النيل، نحافظ على مواردنا المائيه. الشريان اللي هو ماشي في وسط الصحراء دوت بيدل على الحياه. لازم يبقى عندنا الثقافه ان احنا نحافظ عليه، وده الهدف الاساسي من عمل المنتديات ديت. انا بشكر الجميع، بشكر زملاء وزاره الغايه، زملاء الفنانين، معالي المحافظ الزميل العزيز يعني صديقي كمان يعني، كل الزملاء اللي بيشاركوا. وان شاء الله هنحافظ على دوريه هذه المنتديات والانشطه بحيث ان شاء الله يبقى في جذب كبير قوي لمدينه القناطر الخيريه والقناطر للسياحه الداخليه والسياحه الخارجيه باذن الله. شكرا. نجيبهم كاخوان واخوه لينا في هذا النهر العظيم. الثقافه مع وزاره الري والوزارتين دول يتلاقوا في ملتقى ويسمى بسلسبيل، ده عمل عبقري حقيقي، حاجه عبقريه. برضه انا عايز انتهز الفرصه دي وانا موجود مع معالي الوزير وقياده الوزاره بالكامل، وكنت اتمنى يبقى وزير الاثار، وزير الاستثمار، وزير الزراعه يكونوا موجودين النهارده مع السياحه. يعني كنت اتمنى ان ملتقى مجموعه الوزارات مهم قوي ان احنا ننشط القناطر السياحيه. القناطر يمكن بيجي لها اكثر من مليون مواطن زائر على حدائق القناطر وعلى النيل، ولكن حتى الان لم تستغل القناطر باستغلال استثماري سياحي على مستوى الدوله. فاتمنى ان دي تبقى خطوه، واطلب من المعلمين ان احنا نجتمع في اقرب فرصه
ان احنا زي ما سالت الكوميدي كده اللي سالتك بتنفذوا في اسيوط وهتنفذوا في اسيوط، اتمنى انه يبقى موجود في القناطر، لان فعلا القناطر ممكن تتحرك من حلوان، او لما جه مع الوزير النهارده يعني ممكن تتحرك من حلوان او من المعادي لغايه هنا من غير مشقه المرور وزحمه المرور والطرق والكلام. فعلا النهر ممكن يستخدم فيه وسائل نقل نهريه، بالاضافه الى ان احنا عندنا مكان كبير جدا مساحته منقسمه ما بين محافظه ما بين وزاره الري، ونشرك معاه السياحه والاثار والاستثمار، ونستغل الفرصه الاستثماريه الموجوده عظيمه جدا في محافظه الألوية في مدينه المناصر. برحب بسيادتك مره ثانيه يا فندم، وان شاء الله يبقى خطوه في اتجاه العمل الصحيح لمنطقه المناصر. شكرا جزيلا.